أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا، وأسعد الله أوقاتكم. هذه حلقة جديدة من مجريات الأحداث على قناة الشروق الفضائية. اليوم عندنا فيها عدد من الملفات كما هي العادة. أول ملف حيكون عن الوضع الراهن. طبعا المجلس العسكري والمعارضة، هل هم حيكون بيناتهم شق كبير من عدم توحيد الرؤى للفترة الجاية، خصوصا بعد ما تابعنا المؤتمر الصحفي بالأمس للكتلة بتاعة التغيير والحرية والحرية والتغيير، وكانت فيها كثير من الاشتراطات. هل كل الأشياء دي حتضع الموضوع ما بين المجلس العسكري الانتقالي وما بين هذه الكتلة إلى الفراق؟ ونحن نتكلم عن تصعيد، يعني ما المفروض يكون مربوط بالفترة المقبلة، لأنه هي مهمة جدا لضمان الأمن والاستقرار في السودان. نحن نسعد أنه نضع هذا الموضوع على طاولة الحوار بصحبة البروف مصطفى إدريس، رئيس اللجنة التمهيدية التنسيقية الوطنية للتغيير والبناء. بروف مرحب بك. يا مرحبا، شكرا قناة الشروق. أيضا نسعد يكون معنا دكتور راشد محمد علي الشيخ، المحلل السياسي وأيضا أستاذ العلاقات الدولية والسياسة الخارجية. مرحب بك. مرحبا. طيب قبل ما نبدأ حلقة اليوم، خلونا ننعش ذاكرة السادة المشاهدين ونرجع لثورتي أكتوبر وأبريل اللي كان فيها كثير من الهيئات النغابية وغيرها، ونحاول نشوف كثير من الإيجابيات والسلبيات من خلال هذا التقرير والفيديو. طيب الشعب قال تسقط بس وكان للشعب ما يريد، يعني بعد 6 أكتوبر ولد السودان بشكله الجديد. بروف ودكتور مرحبا بكم مرة تانية، وفي البداية خلونا نتكلم بشكل مطلق بعد الثورات، شنو نوع الحكومات اللي مطلوبة يا بروف؟ والله أولا يعني أنا أبدأ يعني وأهنئ الشعب السوداني بانتصار ثورته، ولا بد لي يعني في البداية أيضا من أن أتقدم بالعرفان لمكونين عظيمين من مكونات الشعب السوداني، الشباب والقوات المسلحة. الشباب حقيقة يعني أفلحوا فيما عجزنا عنه أو عجزت عنه كل القوى العسكرية والسياسية. خلال 30 عام، يعني خلال يعني 4 أشهر بهتافات وتجمع في الشوارع والأزقة، أفلحوا بأن يسقطوا هذا النظام الدكتاتوري ويذهب إلى غير رجعة إن شاء الله. القوات المسلحة كان لها موقف إيجابي كبير جدا حقيقة، و
الشباب عندما زحفوا في 6 أبريل إلى القيادة العامة، الجيش استقبلهم بالترحاب حقيقة. وعندما حاولت الجهات الأمنية أن تفض الاعتصام، الجيش تصدى سواء كانت القوات الأمنية أو كتائب الظل، ودافع حمى الشباب يعني. وإلى أن يعني انتصرت الثورة عندما بدأوا يطالبوا بأنه الجيش يشارك معهم في إسقاط النظام، الجيش أيضا تقدم وقضى على بقايا نظام الإنقاذ يعني. وظل الشباب في الميدان يعني بقوة حضور في الميدان وبحراكم هذا، والجيش يستجيب لمطالبهم يعني واحدة تلو الأخرى، سواء كان يعني التكوين الأول للمجلس العسكري احتجوا على ابن عوف، فابن عوف مشكور يعني تنازل طوعا بعد أقل من 24 ساعة. لا، أقل من 24 ساعة نادوا بإصلاح القضاء، حصلت تغييرات كبيرة في القضاء وفي جهاز الأمن وكذا. ففي تقديري يعني في المرحلة الراهنة نحتاج يعني بعد هذه الثورة المباركة واللي هي سلمية ما أريقت فيها إلا يعني الدماء قبل من جانب الثوار يعني، بل النظام استخدم البطش وآلة القتل يعني، لكن ظلت سلمية من قبل الثوار. مما بدت هي كانت سلمية. فرؤيتي حقيقة أنا بفتكر بأنه يعني المرحلة القادمة عندما يعني نستشرف المرحلة القادمة لابد من نضع هذه الأشياء في الاعتبار. عندنا شباب ضحوا تضحية كبيرة جدا وقاموا بعمل كبير وإنجاز كبير. عندنا قوات مسلحة انحازت للشعب ولبت المطالب، وحتى الآن التجاذبات التي تحدث الآن أنا في تقديري هي حقيقة إفراز طبيعي لفترة الكبتة الممتدة الطويلة. وأنا متفائل حقيقة في أنه الناس يصلوا إلى نقطة سواء في أنه يعني تمر المرحلة الانتقالية هذه إن شاء الله بسلام. وأنا حقيقة في التنسيقية الوطنية للتغيير والبناء التقينا بعدد كبير جدا من المبادرات الموجودة في الساحة، القوى السياسية، الشباب من أقصى اليسار لأقصى اليمين، وفي تقدير الناس يتفقوا على مشتركات اللي هي مسألة مجلس سيادي، حكومة تكنوقراط، ومجلس تشريعي مصغر للفترة الانتقالية. لكن الآن حقيقة قوى الحرية والتغيير في تقديري يعني يريد أن يسرع الخطوات بأسرع مما تحتمل. فإذا استطعنا حقيقة أن نهدئ هذه السرعة التي يتحرك بها التجمع المهنيين مع قوى التغيير بأنهم هم يريدوا يستلموا السلطة كاملة في هذا الوقت، أنا بفتكر بأنه بيكون يعني قفزنا على خطوات كبيرة جدا. ليه بتفتكر أنهم هم مسرعين في الخطوات؟ بناء على أي أساس؟ بناء على أساس أنه الآن نحن عندنا نظام ديكتاتوري استمر 30 سنة قابض. والرئيس في آخر أيامه أصبح هو الآمر الناهي يعني. والإخوان في القوات المسلحة دي قاموا بنفتكر بأنه قاموا بمغامرة كبيرة جدا في ظل يعني أجهزة أمنية وكتائب ظل وكذا، وأحدثوا هذا التغيير، وهم الآن يسيروا بخطوات متئدة. أنا في تقديري قوى الحرية والتغيير الآن يعني يسابقوا، لأنه إخواننا في القوات المسلحة طرحوا قالوا أعطونا بمبادرات كيف تسير المرحلة الانتقالية. فهم الآن يطالبوا بأنه القوى الحرية والتغيير تستلم السلطة وهي تكون المجلس التشريعي وتكون الحكومة التنفيذية وتكون المجلس التشريعي وكل السلطات تسلم لها. أنا بفتكر بأنه دي خطوة مسرعة وغير مدروسة، ويمكن
قناعتي هذه ازدادت عندما شاهدت الاعتصام بالامس يعني المؤتمر الصحفي اللي قدم يعني ملاحظاتك كانت عليه وشنو دي حنرجع لها، لكن خلينا نقرا الخبر اللي وصلنا الان، هو خبر عاجل واللي هو المجلس العسكري اللي اصدر عدد من القرارات المهمه، ونحن نستاذن المشاهدين نحن نقراه يعني بشكل عاجل وحنرجع ونقيف على كل النقاط اللي موجوده فيه. فيما تواصلت اجتماعات المجلس العسكري الانتقالي بكامل هيئته بالقصر الجمهوري صباح اليوم، اصدر المجلس عدد من القرارات المهمه والمراسيم الدستوريه اللي بتتعلق بهيكله اجهزه الدوله واللي شملت اعفاء عدد من السفراء من العاملين بمحطات خارجيه، حيث تم اعفاء كل من السفير عبد الباقي حمدان كبير سفير السودان بزيمبابوي، والسفير الصادق بخيت سفير السودان بأديس أبابا، والسفير عبد العظيم الشيخ القنصل بجمهورية مصر العربية تحديدا أسوان، إلى جانب السفيرة سناء حمد سفير السودان ببانكوك، والسفير عوض بل عبد الله حسن عيسى بكيغالي، والسفير جعفر محمد آدم بجمهورية النيجر. كما شملت قرارات الإعفاء مدير إدارة الطيران الرئاسي لواء مهندس إبراهيم الخضر. وأصدر المجلس في اجتماعه برضو الليلة قرار بمراجعة إجراءات التعامل مع النقد الأجنبي وحصائل وعائدات الصادر في بنك السودان، ووجه المجلس اللجنة الاقتصادية بالشروع في تنفيذه مع الجهات المختصة. طيب الخبر ده نحن هنرجع ونقيف على كل النقاط الفيه. خلينا أنا هرجع عليك ونقيف على الملاحظات اللي أنت تفضلت بذكرها. دكتور عندك أي إضافة على كلام البروف أو أي تعليق؟ شكرا. بداية أنا يعني أترحم على أرواح شهداء هذا الوطن العزيز، اللهم الرحمة، ونسأل الله تعالى لهم الفردوس الأعلى، ومن ثم أحيي هذا الشعب العظيم الصامت ببسالته وأحيي قواته المسلحة. للإجابة على سؤالك المطلوب في حالة التغيير، أولا أنا داير أقول إنه التغيير اللي تم ده يعني تم بصعوبة بالغة، وكان تغيير فيه تعقيدات كبيرة جدا. التعقيدات تمثلت في حالة المشهد السياسي اللي فوت فرصة أنا بعتبرها إنه كانت فرصة استراتيجية لإنه السودان يطلع إلى برا الأمان اللي هي فرصة الحوار الوطني. لم تحسن الحكومة القائمة في وقتها والنظام الحاكم التعامل مع حالة الحوار الوطني رغم أنها فرصة استراتيجية كما ذكرت، فبالتالي زادت حالة الاحتقان السياسي. يضاف إلى ذلك ظهور عوامل ضغط اقتصادي كبير جدا، هذا الضغط تمثل في عدم قدرة الحكومة على الاستجابة بالإيفاء بمطلوباتها، وآسى انطلاقة التغيير ربما كان شكلها في العوامل الاقتصادية، لكن السبب الأساسي هو فشل الحكومة في إدارة الملف السياسي وإدارة أيضا الملف الاقتصادي. طيب دكتور لو سمحت لي، نحن الآن خلاص موضوع الحكومة الآن والرئيس المخلوع ده خلاص، نحن دي جزء من ماضينا نحن ما دارين نتكلم عنه. الآن نحن بنتكلم عن الحاصل، مجلس انتقالي عسكري موجود معه أحزاب سياسية الحرية والتغيير، بعد الثورات بتكون شنو شكل الحكومات؟ طيب يعني أنا كنت داير أقول المقدمة دي عشان أجاوب على سؤالك. إذا كان التغيير ده تم بسلاسة كان يمكن أن يعني سريع جدا تتم التفاهمات، لكن التغيير تم بتعقيدات وتم بصعوبة بالغة جدا جدا، لأنه الدولة يعني كانت في حالة اهتزاز، يضاف إلى ذلك أنه النظام يعني كان ضارب في الأعماق وضارب في الجزور ومسيطر على مفاصل الدولة ومسيطر أيضا على مفاصل الحياة اليومية. لما يحصل يعني تغيير بالشكل ده كما حدث يعني في 11 من أبريل، بيبقى شكل التعامل معه ما حيتم بالسرعة يعني الناس بتتوقعها أو بتألفها. الجانب الأول كان أنه ينتهي النظام أي يسقط، بعد سقوط النظام كان في نظام ثاني قائم أيضا سقط، فبالتالي التغييرين الاثنين اللي تمن في خلال 24 ساعة أو أقل من 24 ساعة عندهم عواقب. هذه العواقب تجلت في المشهد السياسي الحاصل الآن اللي هو بتحس إنه في ثورة منتصرة وفي روح بتاعت اختناق لهذه الثورة. هذه الروح الخانقة لهذه الثورة لأنه طيلة الفترة الماضية لم تكن هذه الأحزاب تمارس دورها السياسي المطلوب. يضاف إلى ذلك عبء التغيير الآن في الشارع القوة
القوة للجمهور الموجودة الآن، القوة للإرادة الشعبية. هذه الإرادة الشعبية لابد أن يتم تفسيرها كما جاء في بيانها وحسب رغبتها، لا أحد يستطيع أن يغيب في وجه الشارع. فبالتالي رؤية الشارع في الانتقال السلمي إلى الحياة المدنية إلى تشكيل الحكومة لا يمكن أن يتم بهذه الصورة. ليه؟ لأنه إحنا إخوان عندنا كمية كبيرة جدا من الأحزاب وقاعدة متفرقة ما قاعدة ملمومة. الآن صحيح الأحزاب 102 ولا أكثر؟ لا أكثر، لا بالتأكيد أكثر المعلومة. لكن بالضرورة ظهور تجمعات زي تجمع المهنيين يضاف إليه قوة إعلان الحرية والتغيير، ديل بيقللا من حالات الأحزاب المفرتبة. بيبقى من السهل جدا أنت تتعامل معهم في المجلس العسكري. الرؤية لابد أن تكون مختلفة. المجلس العسكري بيعمل بدوافع محددة جدا جدا، بيحدد عليها الإطار بتاع الأمن القومي للبلد. وفقا لهذا الإطار المجلس يعمل على إقصاء بشكل أو بآخر. إقصاء المؤتمر، إقصاء المؤتمر الوطني، يعني لا يمكن أن يدخل المؤتمر الوطني. لكن كانت في أحزاب موجودة مع المؤتمر الوطني دائرة تشارك بعد حالة التغيير. هذا التجمع لا يرغب فيها. زي شنو؟ هذا التجمع يعني تجمع المهنيين وتجمع قوى إعلان الحرية والتغيير لا يرغب في أن تدخل هذه الأحزاب في حالة التغيير، لأنه هي كانت مشاركة. أنت بتتكلم عن ذات أحزاب؟ أنا بتكلم عن مجموعة الأحزاب اللي كانت مشاركة مع المؤتمر الوطني في الحكومة سقطت. فالتجمع بتاع المهنيين أو قوى إعلان الحرية والتغيير لا يرغب في هذه القوة. باعتبار كانوا جزء من النظام. من النظام. المجلس العسكري لا يرغب في إقصاء أحد سواء المؤتمر الوطني، باعتبار أنه أصلاً الثورة قامت ضد المؤتمر الوطني. طيب بين الاختلافين ديل واستمرار التصعيد ما بين المجلس العسكري والحرية والتغيير أو تجمع المهنيين، شنو السيناريوهات اللي ممكن تبقى في الأيام الجاية بعد المؤتمر الصحفي اللي تابعناه بالأمس؟ والله أنا بفتكر بأنه نحن لازم نستوعب المعادلة الدولية والإقليمية والمحلية. بالنسبة لنا كده نستوعب المحلية أول يعني بعد ما تصلح نشوف في الإقليمية والدولية. نعم أنا بفتكر بأنه الآن المجتمع الدولي لا يقبل انقلابات عسكرية وحكم عسكري. عندنا الاتحاد الأفريقي اللي حصل ده، لكن انقلاب ولا تغيير يا برو؟ ممكن تسميه يعني، لكن على الأقل يعني كل واحد له تفسيره. لكن أنا بفتكر يعني أنا بتكلم معاك وإنت بروف وأستاذ جامعي قبل يعني عندك صفة أكاديمية. اللي حصل ده انقلاب ولا تغيير؟ لأنه في فرق بيناته. هو تغيير وانقلاب الاثنين مع بعضهم. أنا بقول لأنه تغيير لأنه تم وفق التراتبية العسكرية، يعني السودان وصل لنقطة انسداد أفق تماما اقتصاديا وسياسيا واختناق. الجهة الوحيدة اللي منوط بها بأنها تتولى السلطة هي الجيش، وحدث وفق التراتيبية العسكرية. لكن بالنسبة لنا الآن المجتمع الدولي لا يقبل مثل هذه الإجراءات، يعني ولو إنه نحن إقليميا يعني في الدول المجاورة رحبت بالتغيير وكذا، لكن بنفتكر بأنه دي واحدة من النقاط الأساسية. النقطة الثانية اللي هي إنه مسألة الأمن في السودان، يعني نحن بلدنا الآن مرت بمرحلة هشاشة أمنية شديدة جدا، في حركات مسلحة، في استقطاب يعني جهوي ومناطقي وكذا. فبنفتكر بأنه الضامن لوحدة البلاد وتماسكها في المرحلة دي هو المجلس العسكري، وهو نفسه الجهة اللي قامت بالتغيير هي اللجنة الأمنية. يعني عندما أعلن البيان الأول أعلن باسم اللجنة الأمنية. ففي تقديري مسألة الأمن ده لابد أن نحطها في الحسبان عندما ننظر للتجاذب الآن. إخواننا قوى التغيير دي والحرية والتغيير دي الآن لو تسلبت السلطة لا تستطيع أن, 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 أن تؤمن هذه البلاد اللي هي فيها كثير جدا من الطامعين. ويمكن من أمس واليوم سمعنا كثير جدا من البيانات من عبد الواحد، من بعض الجهات، يعني حتى من داخل الصف ذاته قوى التغيير نفسها في بعض الناس عندهم مواقف متباينة بعد المؤتمر الصحفي بالأمس دي. ففي تقديري يعني المرحلة الانتقالية رؤيتي لها إنه يكون المجلس الانتقالي ده هو رمز السيادة ويطعم باثنين أو ثلاثة من المدنيين، والحكومة اللي تتولى العمل التنفيذي في البلد بصلاحيات مطلقة حكومة تقنقراط. ويمكن اليوم سمعنا كثير من الأحزاب قالوا لا يشاركوا في الحكومة دي،
ويكون في مجلس تشريعي كده معين برضو وفق ضوابط محددة كده من الأكاديميين من المؤسسات الاعتبارية في البلد، ونمشي في هذه المرحلة الانتقالية. أنا بفتكر بأنه أهم شيء بالنسبة لنا يكون في أمن ونضمن استمرارية الحرية. يعني إذا بقت في حرية وحافظنا عليها، لكن أنا حاسس بأنه الضغط الآن من قوة الحرية والتغيير قد يفقدنا الاثنين، يفقدنا الأمن ويفقدنا الهامش حق الحرية اللي الآن اللي هو متوفر الآن. حالة الطوارئ رفعت، ما فيش حظر تجول، الصحف بدأت تكتب، ما فيش رقابة قبلية ولا بعدية. ففي تقديري الاثنين دي اللي احنا حقه نخدهم في الاعتبار عندما نتحدث في المرحلة الانتقالية، ونقبل على مضض انه يكون فيه العسكر مهما تحدثنا عنهم. قواتنا المسلحة تاريخيا مهما كانت تلونة يعني ولا الأدلجة يعني علمتنا التجارب أنه بقفوا مع الشعب السوداني. تعرضوا بول في أكتوبر 64 الجيش سلم السلطة، 85 سوار الذهب سنة واحدة وسلم السلطة للمدنيين. لما جاء الضغط الآن وتجمعوا حول القيادة العامة برضو الجيش حمى الناس من القوات الأمنية وعزل الرئيس وبدأ يستجيب. فأنا بفتكر بأنه مهما تحدثنا إخواننا في المجلس العسكري الآن هم عندهم قدر كبير جدا من التجاوب مع مطالب الشعب، لكن أنا بفتكر بأنه المطلب تسليم السلطة كاملة لقوة الحرية والتغيير كده جملة ودفعة واحدة وبهذه السرعة، أنا بفتكر فيه مخاطر كثيرة جدا من ناحية الأمن ومن ناحية الحفاظ على الحرية. لأنه نحن حقيقة يعني الآن فككنا نظام ظل خلال 30 سنة بمؤسساته المرئية وغير المرئية، والحكاية بيكون فيها وهم بدوا يفككوا فيه الآن. أنا بفتكر التفكيك يحتاج لتدرج، يعني لا يمكن أن يتم فجأة كده أنت تقول بأنه خلاص يعني تنفض. أفتكر الدولة ستنهار إذا كان دارين. طيب لكن يا بروف، يعني في كثير من الجهات بتتكلم عن حكومة بتاع التكنوقراط وهي برضو ما حتكون موجودة. المجلس العسكري الانتقالي قال هو أيضا زاهد في السلطة، لكن أي هو من نطبي والحماية والحفاظ على أمن وممتلكات المواطنين، لكن وبتكلم مع الأحزاب دي إنه أنتوا جيبوا مقترحاتكم وسلموها، حنسلمكم السلطة. المفارقات دي بتزيد من حدة الخلاف في الرؤى والتفكير وتوجهات البلد في الفترة الجاية يا دكتور. طيب أنا دار أقول بداية إنه يعني كل العوامل اللي كانت موجودة في الثورة يعني ما كانت مفكرة فيما بعد الثورة، يعني ما الناس ذاتها متخيل إنه النظام ده بعد 30 سنة حيزبط. التغيير كان صعب شوية. حصل إنه بعد التغيير يعني ما كانت في خطط موضوعة جاهزة عشان الناس يتحركوا عليها. أضف إلى ذلك يعني تغيير لنظام يعني ممسك بزمام الأمور لمدة 30 عام دي حكاية صعبة جدا. أضف إلى ذلك إنه الأحزاب نفسها يعني دائرة وقت ودائرة جهد عشان تجمع روحها وتقدر تجيف على حيلها. المنطقي والافتراضي والاستراتيجي اللي يفترض يحصل إنه يتم تدعيم المجلس العسكري ببعض العناصر المدنية ذات الكفاءة العالية والشخصيات يعني المقبولة 70-30 مثلا والمستغلة عشان ما يعني يتشكل مجلس السيادة. يعني ممكن تكون النسبة الأغلبية للمدنيين، لكن مهم جدا وضروري وجود العسكريين عشان المجلس. كان بيتكلم عن وزارتين اللي هو وزارة لا أنا بتكلم عن المجلس السيادي وليس عن الحكومة. تمام. يعني الأفضلية إنه تكون الأغلبية للمدنيين في المجلس السيادي، ولا بد من وجود التمثيل العسكري عشان ما نضمن يعني حماية البلاد ويعني تجنب المزالق والمهالك. لأنه إذا جاءت أي حكومة الآن لا تستطيع أن تسير دولاب العمل بدون وجود القوى العسكرية. بالنسبة للحكومة اللي يفترض تدير نظام الدولة أو هي تشغل النظام بتاع الدولة، كل الناس يعني بتتكلم عن حكومة التكنوقراط، لكن الإشكالية الأساسية منو اللي بيشكل حكومة التكنوقراط. الحكومة بتاعت التكنوقراط دي يفترض تتشكل من المجلس العسكري بعد تدعيمه من المدنيين في المجلس السيادي. يضاف إلى ذلك لما تقدم الأحزاب رؤيتها هي بالعدد الكبير ده بيصعب التعامل معها في فترة زمنية قصيرة. ما هي عملت كتل، لكن
الآن هي أنت بتشير لها يعني تلقى كم مجموعة من الأحزاب في شكل كتلة. نعم نعم، لكن يعني برضو دراستها وفي عملية يعني سياسية في حالة بتاع التغيير أيضا يعني صعبة جدا وبتاخذ وقت. يضاف إلى ذلك أنه نحن بنبحث عن المخرج السليم الآمن السريع، وفي نفس الوقت ما دارين يعني نفقد أكثر من كده في بلدنا، ولا دارين نخلي زول يدخل في نصنا ونحن ما نقدر نتعامل معه. وده مهم جدا لأنه يا إخواننا نحن يعني ما قاعدين برانا، العالم من حولنا يعني يرى ويسمع ويتدخل، والصراع الاستراتيجي نحن يعني في عمق الأعماق الضاربة فيه. يضاف إلى ذلك أنه برضو يا إخواننا يعني تقاطع المصالح ودخول برضو يعني العوامل الخاصة بالأجهزة الاستخباراتية وتغلغلة يعني داخل مفاصل الكيانات الموجودة، سواء كان المشكلة للتجمعات أو اللي كانت مشكلة في وقت من الأوقات للمصالح، ده يجب أنه نحن نراعيه. طيب يعني الموضوع ده كله يعني الناس ببساطة الآن اللي بتشاهد فينا دايرة تعرف الاعتصامات دي الآن متواصلة، وهل كان من الـ من الـ من الشق المعارض للمجلس العسكري اللي هي التجمع وغيرها من المسميات تواصل في موضوع الاعتصام؟ الناس الآن قاعدة قدام القيادة تمشي بتلقى الناس دي قاعدة يا براف. والله أنا بفتكر يعني الشباب ديل كانوا أذكياء جدا وعملوا لنا تجربة حقيقة يتعلم منها الشعوب بصبر شديد جدا. 4 شهور هم صورتهم متصاعدة ويعلن عنها في أوقاتها وفي زمانها وتنفس ويلتزموا بها. حتى الآن يعني الاعتصام في القيادة يعني فيه ترتيب كبير جدا وتوزيع للمسؤوليات وللمهام. مشهد القيادة يا بروف، شفت الأولاد ديل شغالين كيف وبيئتهم؟ أنا يوم 6 أبريل كنت هناك. أنا يوم 6 يعني الترتيب ده لو بقى كان أو كان أصلا في مؤسساتنا ما تخيل لي نازل كان طلعوا الشارع. صحيح. تتكلم عن شباب واعي. نعم. عارف هو داير شنو. نعم. الناس دي بتحترم بعض، ما كان في أي إشكاليات، الترتيب كان فيه قدر عالي من الحماية ليك وللآخرين اللي موجودين. نعم. معك. فحقيقة شباب السودان أثبت وعيه في هذه وعيه وتحديد مطالبه وحقيته حقيقة في أنه يطلع. يعني إحنا قاعدين نكتب وقاعدين نتقاتل بالسلاح ونتحدث وننقد، لكن هم عمليا تحركوا في الشارع وقدموا الشهداء وتحدثوا عن مطالبهم بصورة واضحة شديد جدا. يعني نحن نلتقي كثير جدا من الشباب وتحس بالفارق الكبير ما بين الشباب وما بين الشيب، يعني جيل متفرد حقيقة. فأنا في تقديري يعني الآن بلوم السياسيين، نحن الكبار السياسيين الآن السياسيين متعجلين، كل يريد يعني السلطة ويرجع تاني من جديد، بل بعض الآخر يتعجل على الانتقام وتصفية النظام القائم أكثر من النظرة إلى المستقبل. وأنا بفتكر دي برضه واحدة من الأشياء اللي مفروض تعالج. يعني الآن بعض الكيانات السياسية بتفتكر بأنه عندها ثارات مع النظام القائم القديم، ولا بد من أنه يجهز عليه بين عشية وضحاها، ودي عمليا ما ممكنة. لكن بدت يعني، لكن بتبدأ بالتدرج وبالتأني وبخطط مدروسة وبتجهيز بدائل، لأنه زي ما قلت لك دولتنا الآن فيها هشاشة شديدة جدا، ودي كلها من نتائج الحكم. طيب أنتوا كسياسيين وزي ما تفضلت عندكم باع يعني وعندكم خبرة طويلة وسنين تراكمية، ليه ما تستصحبوا معاكم الشباب؟ ودي كانت نفس المشكلة، إنه في تهميش للشباب دي وشريحة كبيرة. إحنا مجتمع شاب، يعني ليه الأحزاب السياسية دي ذاتها ترتبط بأشخاص وبأفراد يعني فوق 60 سنة؟ ليه ما تكون عند الشباب وديل الناس اللي بيقدروا يديروا الفترة المقبلة بشي من الوعي اللي أنت تفضلت بذكره؟ والله ده الكلام المنطقي. نحن الآن في عالم متطور شديد جدا، يعني الواحد يحس بهذه الفجوة الكبيرة داخل بيتك. يعني أبنائنا وبناتنا الصغار نمط تفكير واحتياجات ومتطلبات تختلف مننا تماما، ونظرة للحياة والمستقبل. ويمكن يكون الشعوب الأوروبية أفضل مننا بكثير جدا، يعني نحن نشوف في فرنسا في بريطانيا في كذا في دول في أمريكا
قبل يعني عهد ترامب ديا الرؤساء بيجوا كلهم من الشباب ومن الجيل اللي موجود، لانه متفهم للواقع ولمتطلبات الحياه يعني، ومواكب للتقنيات العصريه دي. فانا في تقديري الشباب حق يكون حظهم اكبر الان، وما نسرق يعني ثورتهم ولا نتحدث باسمهم، وهم يتقدموا الصفوف وهم الأقدر على ذلك. ولا بد من أخواننا في المجلس العسكري من أن يستوعبوا هذا المتغير. يعني الآن نحن عندنا كثير جدا من الأحزاب اللي هي في داخلها نفسها لا تمارس هذه الحريات. يعني ماسك الحزب وعنده أولاده معه في الحزب وماسكين يعني كده مسميات في الحزب وغيره يعني. وافتكر أنه الثورة دي قامت عشان تصحح كثير من المفاهيم، صحيح، مش مربوطة بالنظام بتاع الإنغاذ وغيره من سلبيات، لكن مربوط بالأحزاب نفسها. لابد أنه هي تعالج نفسها وترممها عشان ما تقدر تأدي دور اللي كان مفقود طوال 30 سنة الماضية. كانت جزء من النظام تقتاد على فتات المقاعد، ترضى بالحصص اللي اصلا هي ما مقبوله بالنسبه لها وغيرها. ممكن البروف يا دكتور هو جواب على سؤال مهم اللي هو انه الاحتصامات اللي دعت لها الاحزاب هي متواصله، وده الشق اللي اتكلم عنه. في المقابل هل كان مطلوب من المجلس العسكري الانتقالي انه يلاقي كل الاحزاب ويدير معاها نقاش؟ بالتأكيد المجلس العسكري الآن هو عمليا يدير السلطة في البلاد، ولا بد أن يتعامل مع كافة مكونات التغيير. جزء من مكونات التغيير مجموعة الأحزاب اللي موجودة، سواء كانت داخل أروغ التجمع المهنيين وقوى نداء التغيير أو خلافه. فالمجلس العسكري في تعامله يعني لا يريد أن يخصي أحد، ولكن بالضرورة يعني أن يعي أن دور الشباب الحقيقي في الثورة مهم جدا، لأنه وضع بصمة خاصة جدا في حالة التغيير. يمكن لأول مرة السعي نحو التغيير يرتبط يعني بتراكمات وضع النظام، وبقت عبئا عليه، ما عرف يتعامل معها، يتحرك عليها الشارع ويتعامل مع هذه المتغيرات. فبالتالي لا يمكن أن تأتي نفس هذه الأحزاب وتعيد هذه التجربة. الجانب الثاني في المجلس العسكري التحرك تجاه احتواء مجموعة هذه الأحزاب والتعامل معها والكيانات والشخصيات وغيرها، دي حكاية صعبة جدا، لأنه كتار 124 يعني. هذا الحوار الوطني النسخة الثانية، فالأوفق والأجدر إنه يعني مجموعة هذه الأحزاب تنسحب لمصلحة الوطن وتقدم يعني رؤية مكتوبة ملخصة ومصقرة جدا جدا في دور الحكومة القادمة اللي هي حكومة التكنوقراط، أو يفترض إنه تكون كذا، أو يفترض إنه يكون ده شكلها. تقدم الرؤية على أساس إنه حكومة التكنوقراط تنجز نظام إدارة الدولة بمؤسسات يعني حقيقية. طيب قبل قلت بشكلها منه، وفعلا بشكلها منه يا دكتور؟ طيب يفترض يشكل الحكومة هو تفاهم ما بين المجلس العسكري وقوى الثورة، يظهر في شكل تعامل اللجنة السياسية مع مجموعة مكونات التغيير. يضاف إلى ذلك لحظة إعلان هذه الحكومة لا بد يعني إنه الناس يرضوا في الحد الأدنى انه ده المتاح وده الممكن حاليا. يا دكتور فيت بتكلم الان عن الشرق، يقول لك والله احنا لو ما بقينا جزء من الحكومه نشوف تقرير المصير، كانه الموضوع ده كيكه ولا تورته ونزرت الدسمه. اذا احنا نظرنا بالشكل ده لتعاملنا مع السودان، ان احنا ما حنلقى البلد. انا الافضل والاوفق انه كل المكونات تتنازل لصالح البلد، تسعى لانه تكتب رؤيه للحكومة بتاعت التكنوقراط، ما بالضرورة إنه تختارها، لكن بالضرورة إنه تتراضى عنها. لما تجي حكومة التكنوقراط تنجز مؤسسات الدولة عشان ما تحمي أي نظام يجي ما يعبس بممتلكات الشعب، ولا يعبس بأموال الشعب، ولا يعبس ولا يجي كل زول يغير بالطريقة اللي هو داير. أضف إلى ذلك إنه يعني الـ أي دولة إذا ما فيها نظام يدير هذه الدولة، بيجي أي حزب ينشئ نظام وينشئ مؤسسات موازية وينشئ سلطة موازية. تبحث أنت عن السلطة الحقيقية اللي أنت بتتعامل معها، بتكتشف أنك أنت بتتعامل مع قوانين صماء. فبالتالي لا بد من إنجاز مهام محددة
للحكومه، ما مهم الناس منو يكونوا في الحكومه، لكن مهم انه يكونوا تكنوقراط اكاديميين مثقفين متعلمين واعين وقلبهم على البلد. يضاف الى ذلك مهم جدا انه تنجز هذه المؤسسات لمصلحه مستقبل السودان، مستقبل السودان للقوه اللي عملت التغيير. الناس تخيلي لو خلت الاهواء الشخصيه بنقدر ننجز حاجات احنا عجزنا ننجزها في ال 30 سنه اللي فاتت. طيب بروف زي عندك تعليق؟ انا بفتكر بانه اذا الناس قدروا الان يعني يصلوا ليتراضي في انه الاخوان في المجلس العسكري ديل يطعموا بمدنيين ملكيه ويكون ده المجلس السيادي، تبقى مسألة الجهاز التنفيذي اللي هو يرأس رئيس وزراء، أنا بفتكر بأنه حقه دي برضو يتم فيها عملية بتاع التمحيص. يعني أنا بفتكر بأنه ما يجي زول يقول لنا أو جهة معينة تقول والله هذه هي الحكومة ورئيس الوزراء والوزراء كلهم الآن المجلس العسكري صادق عليهم، يحدد يرشحوا 3-4-5 لرئاسة الوزراء ويمحصوا، يجوا في الاستوديو ديا ويتحدث كل واحد فيهم عن التحديات اللي بيواجهها السودان. نحن الآن بفتكر بأنه محتاجين لرئيس وزراء عنده شخصية كاريزمية يستوعب المشاكل الرتق النسيج الاجتماعي بالنسبة لنا واحدة من الأشياء الأساسية، المشكلة الاقتصادية، المشكلة الأمنية. فبفتكر بأنه ما يجي ترشيح لشخص واحد، يجي ترشيح لثلاثة أربعة خمسة أشخاص، وكل واحد يجي ببرنامجه ويمحصه زي ما بيحصل في 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 الغرب، بيحصل مناظرات وكذا، وبعد ذلك بيحصل شورت ليستنج والناس يعرفوا منو الاقدر، والناس نفسهم الشعب بيدوا الفرصه في انه يقول رايه ووسائل الاعلام تقول رايها. بعد ذلك برضه حتى في تكوين الوزارات انا بفتكر بانه دايرين احنا شنو في مساله الزراعه، دايرين شنو في مساله التعليم العالي، وبرضه يعني تكون في منافسة، يكون في اجتماع كبير لأهل الاختصاص سواء كان في الزراعة أو في الاقتصاد، ومن بينهم يرشحوا بعض الشخصيات وكل واحد فيهم بعد ذاك يقدم برنامجه يشوف منه الأصلح للحكاية دي. ده برضو تمرين للديمقراطية اللي نحن ننشودها حقيقة. لكن لما تبقى محاصصة بهذه الصورة إنك كده تقول إنه والله سلموني كل الدولة وأنا السيادة وأنا الجهاز التنفيذي وأنا الجهاز التشريعي وبكل المهددات دي، انا بفتكر بانه احنا مشينا سنذهب للمجهول يعني. طيب دكتور، يعني المجلس يمكن قال يا اخواننا والله احنا بس دارين وزارتين اللي هي الدفاع والداخليه، وباقي الحكومه تكون مدنيه، والان المطالبات كلها بتتكلم عن انه الحكومه مدنيه. الان الحريه والتغيير وتجمع المهنيين بيتكلم عن انه حتى في شخصيات الان في المجلس العسكري هم ما دايرينها، دي كيف حيتعامل مع المجلس؟ طيب هو يمكن يعني للتجمع المهنيين وإعلان الحرية والتغيير عندهم رأي باعتبار أنه يعني في جزء من الأعضاء في المجلس العسكري هم يعني من النظام السابق، لكن الآن الوضع القائم الآن هو مجلس عسكري يرغب في نقل السلطة للمدنيين. نحن يعني يفترض نتعامل مع هذه المسألة بذكاء. إذا كان المجلس العسكري طلب وزارتين، طلب وزارة الداخلية وزارة الدفاع، بالتأكيد أن وزارة الدفاع يعني مرارا وتاريخيا هي للعسكريين. ربما يعني امبارح طبعا ده كان غير الكلام اللي موجود في الداخلية، يمكن يعني أن تكون لشخص مدني ويمكن أن تكون يعني لشخص عسكري سواء كان من الشرطة أو من الجيش أو من الأمن. الخلاف أنا ما شايف إنه ده الشكل الجوهري للخلاف. أنا شايف إنه يعني بيكون ده جزء من الخلاف، لكن كل الخلاف في إنه كيف يتم تشكيل المجلس السيادي وكيف يتم تشكيل الحكومة اللي يفترض تدير البلد لمدة سنتين عشان ما تعبر بها إلى بر الأمان. وإذا كان الخلاف يعني في مجموع مكونات الثورة ومن هو حمس الثورة، فبالتالي أنا أفتكر أنه ده خلاف مقدور عليه، لأنه هم الاثنين أنجزوا إنجاز كبير جدا يحسب لهم ويحسب له السودان. أنا بفتكر أنه الأفضل والأوفق أنه تتم محاورة في موضوع البعد الأمني والبعد السياسي للمؤسسات اللي عندها علاقة بالأمن القومي، يضاف إليهم القرار الخاص ب
رئيس مجلس الوزراء عشان ما نكون نحن عبرنا من المطب يعني بهدوء. ال- 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 القوة الضاغطة الآن في التغيير تم تلبية مطالبها بشكل أو بآخر، صحيح ما كل المطالب لكن يمكن يكون ده في حدود الممكن، ويمكن يكون لأنه يا أخواننا يعني طيلة الفترة القضاها النظام في الحكم برضو مؤثرة جدا جدا، يضاف إلى ذلك أنه يعني مواجهة تصفية الدولة العميقة بالسرعة قد تعود بآثار سالبة، ونحن يعني في منطقة غير مرغوب فيها السيولة الأمنية وغير مرغوب فيها الهشاشة لأنه الوضع في الإقليم ما بيسمح. صحيح. من ده كله على الأحزاب أنا بفتكر أنه تعيد نفسها، ومش للحكومة دي لا، تعيد نفسها للانتخابات إعداد حقيقي، تمارس ديمقراطية حقيقية في داخلها تنتج ما بالضرورة يعني فكر سياسي، لكن ممكن تنتج فكر داخل المجتمع يحمي العملية السياسية ويحمي البلد ويحمي النظام ويحمي الوطن. يعني خلينا نقول إحنا إخواننا نطور أحزابنا بدل ما تشتغل سياسة تشتغل سياسة واجتماع واقتصاد، وما يكون همها الأساسي إنه تستوزر، ما يكون همها الأساسي الاستحواذ على السلطة، وما يكون همها الأساسي إنه لما تجي تستلم السلطة تشتغل على المكر وعلى الدهاء وعلى الذكاء السلبي. خليها يا أخي كان حاصل الفترة الفاتت نعم نعم في حكومة الإنغاز أضعفت كل نعم الأحزاب نعم السياسية نعم بدل ما تسعى لبناء الوطن تسعى لبناء تحالفات تضرب مع بعضها البعض، انت ما بتحس بان انت او التشذل في نعم الاحزاب، وده نتيجه نمو المصالح الفرديه والذاتيه. وهذا النمو دائما ما ياتي بمتسلقين وباصحاب مصالح اشد حرصا على مصالحهم من البلد. فبالتالي انا بفتكر انه ظهور الصف الثالث ده مؤشر خطر يجب احنا نتعامل معه. نعم. يعني نذكر قاده الاحزاب وغادة المنظومات السياسية بأن ظهور الصف الثالث داخل الأحزاب ده غير مرغوب فيه. مجموعة الناس الوطنيين الممكن يخدموا البلد في أي شكل من الأشكال بأي طريقة من الطرق، الأفضل أنهم يتقدموا، والأفضل أنه يركزوا دائما في الأعمار من 40 إلى 50 في المهام التنفيذية، من 50 إلى 60 في المهام الإشرافية، من 60 إلى 70 أسمح لي يا بروف يعني في المهام الخبراء يعني وأنا بفتكر أي نعم، وأنا بفتكر إنه كل العالم متجه إلى التغيير ده، ومتجه إلى إنه سرعة التغيير هي ما بتقبل حساب المعادلات الفيزيائية والرياضية اللي إحنا ممكن نشتغل بها مثلا في السياسة أو في الاقتصاد. يضاف إلى ذلك إنه الحساب ده نفسه لما نيجي على عوامل مكونات شخصية مباشرة أنا يعني بدرس سوء الحال الاجتماعي. البروف ده عنده تعليق بالنسبة لسؤالك. المطلب العاجل اللي طرح اليوم بأنه هم قوة التغيير بتطالب بأنه يقصوا فلان وعلان، من أمس يعني بالأمس الكلام ده بالأمس قالوا هم يقاطعوا نهائي التفاوض مع المجلس العسكري، اليوم ظهر بأنه لا نريد فلان وعلان. أنا بفتكر بأنه حقيقة شخصنة القضية أو يعني تلخيصة في 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 فلان وعلان حقيقة ما بيليق بالعمل الكبير اللي قاموا بالشباب داخل الأربع شهور، سلمية حرية سلام وعدالة، يعني شعار كان واضح شديد جدا. أنا بفتكر لا يليق. وبعدين جيشنا حقيقة في تاريخه كله يعني مهما عملت فيه الأدلجة بيميل لمهنيته، وأنا تحضرني تجارب كثيرة يعني من 64 في 71 أي الإنقلاب هاشم العطا رجوع نميري 85 سوار الذهب. يعني أنا بفتكر حتى الشباب ديل يعني لا 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 هم إذا قلنا شباب يعني اللي قاموا بيقصى الرئيس عمر البشير يعني لما إذا قلنا هم فعلا شباب هم فعلا شباب يا بروف. نعم فبفتكر بأنه يعني قاموا بعمل كبير جدا يعني قبل التغيير دي كان الرئيس يأمر وينهى. نحن في يوم 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 8 أبريل كنا في اجتماع كده مع مجموعة من السياسيين بنتناقش في الوضع الراهن دي، فجاءت إشارة بأنه الرئيس ذهب إلى المؤتمر الوطني ورئيس المؤتمر المجلس القيادي وأمر بأنه يفضل الاعتصام في الساحة.
اخذنا بعض كبار السن معنا وقلنا نمشي الان نشوف الحاصل شنو، لانه الحكايه دي خطيره جدا. اذا كان ده الرئيس اصدر قراره للجيش وللامن وللشرطه ولكذا تفضوا الحكايه دي. فمشينا جلسنا مع الرئيس المفوض اللي هو احمد هارون وقتها، ويمكن لحد الساعات الاولى من الصباح بانه العمل ده، لكن كانوا مصرين بانه ده قرار الرئيس ولا بد من انه يتنفذ وكذا. وقدر ما تحاورنا بانه والله المساله دي يمكن يعني الناس يعالجوها بمعالجات أخرى، ممكن تكفي الخارج ما يدخل، ممكن تستخدم أساليب غير القمع. ففي تقدير يعني الشباب ديلا تعرضوا لكثير جدا من، لكن رغم كده ظلوا صامدين وتم الثلاثة محاولات لفضهم في نفس اليوم ذاك وما انفضوا. يعني النزل كان ينتجي بعض القوات النظامية في الساعات الأولى للصباح، واللي حماهم بيقفوا في الشمس بيستحملوا كانوا ما عندهم مصادر كبيرة تغطي حوجتهم من الموية والأكل والشراب، وكانوا بيتحملوا والناس تكون موجودة وقاعدة في بيوتها، وهم كانوا شايلين الهجير بتاع الشمس ده وقاعدين قدام القيادة وعندهم مطالب ومطالبهم هم والحماهم من الهجوم حق هو الجيش. الجيش حقيقة وماتوا ناس من الجيش يعني في تبادل هنا، حموهم من أنه هنا. فأنا بفتكر بأنه الناس ما يلخصوا في أنه ده فلان ده مؤدلج كده وفلان ده مؤدلج كده، لكن إحنا نشوف الأطر اللي إحنا دايرين نتفق عليها للمرحلة الانتقالية ونصوب للمستقبل، اللي هو نحن دايرين نصل لمرحلة ديمقراطية راسخة يكون فيها تنافس كبير جدا. وأنا بفتكر بأنه نظام الإنقاذ بمجرد سقوط الرئيس ده أنا بفتكر بأنه ذهب إلى غير رجعة. وبفتكر بأنه أحزابنا السياسية دي الآن لو صوبت للمستقبل وبدأت بعمل جاد في إعادة بناء حزبها، ده بيعود بالنفع وبالفائدة للأمة كلها وبيعود بالنفع لهذه الأحزاب يعني. نعم. طيب نحن عندنا فاصل حنطلع تقريبا بعد 3 دقائق. الآن يعني الحرية والتغيير بتتكلم عن أنه هي الآن ممثل للثورة وللثوار الموجودين أمام القيادة، ليتو مدى الحاجة دي ممكن تكون فعلا واقعية؟ نأخذ الإجابة على في أقل من 3 دقائق. أنا بفتكر أنه يعني القوة إعلان الحرية والتغيير وتجمع المهنيين هو ممثل حقيقي للثوار. يضاف إلى ذلك مجموعة الأحزاب اللي انضوت يعني مؤازرة لهذه الثورة ايضا يمكن ان يعني يتم التمثيل لها عبر اجسام اخرى، وهي يعني كان لها القدح المعلق ايضا في انجاز هذه الصورة. هل لكن بمعزل عن القوى السياسيه الاخرى؟ يعني انا لما نتكلم عن القوى السياسيه بتكلم عن احزاب كان عندها وجود قوي قادت هذا التغيير. الاحزاب لوحدها ما قادت هذا التغيير، لكن اتشكلت فيما بينها وعملت هذا التحالف وغاد هذا التغيير. يبقى لما أنا أجي أتعامل معاها تاني لازم أتعامل معاها بنفس الشكل بتاع الكتلة، وإذا أنا فرقتها بيصعب علي أنه أنا أتعامل معاها. أنا داير أقول أنه يعني إحنا في موقف صعب جدا في سباق مع الزمن. المؤسسات الدولية بتنظر لنا في أنه إحنا يعني أنجزنا حالة من الثورة، وحقيقة يعني لقينا يعني أنا أفتكر تعامل رفيع جدا جدا بالذات من قبل الاتحاد الأفريقي إنه هو متفهم لحالة التغيير الموجودة في السودان. يعني في دول تانية كان بجمد العضوية بتاعت الدولة لمدة سنة أو سنتين. فأنا بفتكر إنه الأفضل الآن، الأفضل للمجلس العسكري، الأفضل للسوار، الأفضل لمجموعة الأحزاب، الأفضل للسودان ولكل السودانيين إنه أن إحنا نتفق على الشكل بتاع مجلس السيادة المفعم. أسأل هنا بعدين حرجع للبروف في نفس الموضوع. الآن الأخبار بتقول إنه المولة طبعا من الاتحاد الأفريقي كانت يا دكتور 15 نعم يوم. في أخبار واردة لنا بتتكلم عن إنه هي 6 شهور. التضارب في المعلومات دي توفيهم المؤكد عشان نطلع بها سيكا خبر. طيب هو الاتحاد الأفريقي في البيان الأصدر الأول قال 2 أسبوع بعد زيارة موسى فكي الأمين العام لمجلس السلم والأمن الأفريقي في تفاهمات ذكرت فترة 6 شهور، وربما يعني في جلسة الغد الخاصة بالسودان يسهر هذا الشكل حتخصص للسودان. نعم. طيب يعني معناها إحنا 15 يوم ما 6 شهور. لا يعني في الوقت الحالي هي بناء على تفاهمات، يعني حسب كلامه إنه الاتحاد الأفريقي يتفهم المعلومات كان فيها تضارب. حبينا نعم نتأكد منك في السودان من نعم المعلومة. لكن أنا بفتكر إنه بما إنه لم تتم تجميد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي فنحن في ظل البراءة،
ويجب علينا أن نعمل جميعا، أن نعمل سويا، أن نتخطى حاجز يعني ما بين حكومة مدنية وحكومة عسكرية. الأفضل إنه زي ما قدمنا تجربة فريدة للعالم نقدم تجربة خاصة جدا في إنه يعني نختار حكومة في الحد الأدنى نتراضى عليها، لكن نكتب لهذه الحكومة تسوي شنو يفترض تنجزه الحكومة من مهام من مهام. حنرجع لك أكيد يا دكتور بروف نجاوب. والله بالنسبة لسؤالك أنا حقيقة الشباب اللي أنجز الثورة دي ليس كله يعني ممكن تؤطره في قوة الحرية والتغيير. أنا أعرف حتى رموز في النظام الحاكم ديل كانوا أولاد بيطلعوا من بيوتهم وبروحوا على مكان الاعتصام بمشوا شندي. نعم وجلسنا مع قيادة المؤتمر الشعبي يمكن يكون تقريبا 3/4 عضويتهم هي شباب ومعتصمين وقيادتهم كانت بتشارك في السلطة. أنا بتكلم عن الحرية والتغيير قاد هي ممثل للثورة وللثوار بمعزل عن الأحزاب الأخرى ليتمد المعلومة دي ممكن تكون واقعية. بس قوى الحرية والتغيير هي أحزاب يعني في الآخر هي أحزاب، وإذا كان الأحزاب التانين شباب كانوا هم مشاركين في الحراك دي ونفذوا الثورة ما 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 لا يمكن ان يكون مقبول بانه في جهه محدده هي تحتكر النصر دي وتقول هو حق لها. ولو انه حتى يعني انا لو سلمت، انا عندي حوار كبير جدا مع اخواننا في قوى الحريه والتغيير مكوناتهم عبر التنسيقيه دي، لكن حتى لو سلمنا انه هذا الامر يعني هو حقيقه ويجب ان يكون، الطريقة اللي الآن بيعرض بها أنا بفتكر بأنه ما بتوصلنا للحرية ولا بتوصلنا للسلم اللي نحن دايرينه. نعم طيب أنا حرجع لكم أكيد أنتوا الاثنين بروف ودكتور بعد الفاصل، خليكم معنا.